نهار السبت نسمع الرصاص، رشات الرصاص، نتفاجئ بلشوا بالقذائف، ناخد عيالنا وولادنا ومنهرب بهالليل زينا زي هالعالم، نهرب على جامع المصلي مطرح من احنا هلا موجودين، بتلاقي العالم كلها نزوح قوي. من الاول انا من سنتين هيداك اب قرب ال 18 يوم كنت ماسكه عدي على جوزي حرقوا لي بيتي وطلعت صفيت بالطريق، اخذني ابني لعنده هالمعركه راح بيته فحمي على الارض، بدنا ننصب شادر نقعد بالطريق يا خيي، ما في الا هاي الحله، بيوت ما عادش بدنا لانه عم يحرقوا لنا، هي كل ما عملوا اخ بيحرقوا بيوت العالم بس. كل شهرين ثلاثة عم يطلع قواس، كل شهرين ثلاثة هالقصة عم بتصير، بدنا نرتاح بس ريحونا، بس بدنا نرتاح بس، شو الحل؟ الله الله ربك أعلم، بس بدنا نرتاح، ريحوا العالم بس ريحوا العالم، العالم ما زنبه، العالم ما زنبه، ما لا بتحمل سلاح ولا بتقرب على حدا، بدنا حال نحن بدنا حال نحن، هلا بنفوت نرجع على بيوتنا بعد شهرين بيختالوا واحد بيرجعوا بيعلوا وما سو... هيدا كل صرنا من اول ما خلقنا ونحن هيك، نحن كان بيي يقول لي هيك ولا انا عم اقول لاولادي، نحن من اول ما خلقنا هيك عشتنا، يعني مين ما تحكي من اي سياسه ما حدا برد علينا، يعني ما حدا عم برد، لو رجعنا هلا على بيوتنا ما فيش عندنا بيوت، لو رجعنا على بيوتنا ما عندنا بيوت، بيوتنا ما فيك تقعد فيها، دمار شامل.